بسم الله الرحمن الرحيم. من نماذج الدروس المرئية في مادة الفيزياء الشغل على مستوى مائل أملس. انظر في الصور الموضحة لكي تستنتج على ما يتوقف الشغل الناتج عن وزن الجسم. فإذا وضع صندوق خشبي على مستوى أملس يميل بزاوية مع المستوى الأفقي، فعند دفع هذا الصندوق ليتحرك على هذا المستوى فإن هناك شغل ناتج عن وزن الصندوق. كذلك عند وضع مكعب على المستوى المائل AB، مستوى مائل أملس يميل بزاوية ما على المستوى الأفقي، فإن هناك شغل ناتج عن وزن هذا المكعب إذا تحرك على هذا المستوى المائل. فكر في ذلك. لدينا جسم كتلته M موضوع على مستوى مائل أملس يميل بزاوية ثيتا مع المستوى الأفقي، فإن هناك شغل ناتج عن الوزن عند تحريك الجسم من نقطة A إلى نقطة B على هذا المستوى. كذلك هناك شغل ناتج عن وزن الجسم عند تحريكه من نقطة C إلى نقطة B. فإذا كان لدينا مستوى مائل كما بالشكل، طوله 5 متر، ارتفاعه 3 متر، وضع جسم كتلته M، فإن هناك شغل ناتج عن الوزن. الشغل الناتج عن الوزن لا يتوقف إلا على الارتفاع الرأسي. إذن الشغل الناتج عن وزن الجسم لا يرتبط بالمسار بين النقطتين، بل يرتبط بمقدار الإزاحة الرأسية بين النقطتين، أي أن الشغل الناتج من نقطة A إلى نقطة B على المستوى المائل هو نفسه الشغل الناتج من C إلى B. لاحظ الشكلين الموضحين بالرسم للتوصل إلى أن الشغل الناتج عن الوزن يكون موجبا أو سالبا. يكون الشغل الناتج عن وزن موجبا إذا تحرك الجسم إلى نقطة أدنى من موقعه الابتدائي، أي يكون الشغل الناتج موجبا. أما إذا تحرك الجسم إلى نقطة أعلى من موقعه الابتدائي فيكون الشغل الناتج عن الوزن سالبا، أي أن الشغل الناتج عن الوزن قد يكون موجبا أو سالبا. إذا تحرك الجسم من نقطة إلى نقطة أخرى على المستوى نفسه يكون الشغل الناتج عن الوزن يساوي صفرا. مثال: وضع صندوق خشبي كتلته 2 من 10 كيلو جرام على مستوى أملس يميل بزاوية 30 مع المستوى الأفقي. احسب الشغل الناتج عن وزن الصندوق إذا تحرك على المستوى المائل مسافة AB تساوي 4 من 10 متر. الشغل MGH، M الكتلة، G عجلة الجاذبية، H الارتفاع الرأسي. بيقول لي المستوى المائل AB ده طوله 4 من 10 متر. لإيجاد الارتفاع الرأسي H D ساين ثيتا، حيث H الارتفاع، D طول المستوى المائل. إذن H تساوي 4 من 10 ضرب
ساين 30 وهي نص تساوي بالآلة الحاسبة 2 من 10 متر. إذن الشغل ام جي اتش، ام كتلة الجسم 2 من 10، جي عجلة الجاذبية 10، اتش الارتفاع 2 من 10. إذن الشغل يساوي 2 من 10 ضرب 10 ضرب 2 من 10 ويساوي 4 من 10 جول. إتقان حل المسائل. وضع صندوق خشبي كتلته 8 من 10 كيلو جرام على مستوى أملس ارتفاعه 0.5 متر ويميل بزاوية 45 مع المستوى الأفقي. احسب الشغل الناتج عن تحريك الصندوق على المستوى. قيم إجابتك. فكر عزيزي الطالب. إتقان المفاهيم العلمية. وضح متى يكون الشغل الناتج عن وزن الجسم يساوي 0. فكر عزيزي الطالب. وإلى حلقات أخرى من حلقات نماذج الدروس المرئية في مادة الفيزياء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.